الساعة كم؟ طيب الاثنين الاربع احد خلاص يا شباب ها بنات ها واحد يعني طب خلاص خميس خلاص طيب. خلاص التواصل هيدعوكم على اللقاء يوم الخميس الساعة 12 للساعة 2 خلاص اتفقنا وانتوا تقترحوا نقاط الاجتماع عشان ما حدش يقول ان انت التواصل اللي عامل الاجنده او الاصلاح اللي عامل الاجنده او مصر بيه اللي عامل لا انتوا تقترحوا والله نقطه او نقطتين او ثلاث نقاط لان في حاجه احنا اكتشفناها يا شباب بنسميها احنا ايه نو اجنده ميتنج عشان نبني الثقه ممكن ادعيكم عندي في مؤسستي ومحط الاجنده بس لو هو جايب الاجنده بتاعته ده هو اللي عاملها ومش عارف ولا كذا ولا حد قال له لا انتوا تعينوا بدل شخص يعمل ايميل يتواصل مع الناس تختاروه الاسبوع القادم والتواصل دلوقتي هتاخد اول اجتماع عشان تقعد تحط مع بعض تقولوا والله احنا اتكلمنا في بناء الثقه بيننا وبعضنا اتكلمنا على بناء القدرات الاستفاده من اوتشا اتكلمنا على القدره على المشاركه في رسم استراتيجيات اتكلمنا عن اهميه الشراكه ازاي نعملها ونشبكها اتكلمنا عن تخصص اتكلمنا على بناء قدره ها الحاجات دي كلها ان اللي هيحط النقط دي كلها عنده ما حك جلدك مثل ظفرك وتولى انت جميع امرك صح كده ولا غلط علمناها كده واحنا في ابتدائي مفيش حكاكه او حاجه زي كده حتى الحكاكه انا بكتك عشان احكم بيها طبعا يبقى اول لقاء لينا في جمعيه التواصل يوم الخميس الساعه 12 للساعه 2 وانت تبعت لهم الايميل جروب وانت كل واحد فيكم من حقه ان يقترح ايه نقطه او نقطتين على الاجتماع وايه هو لما تجتمعوا يقولوا مثلا الاسبوع الجاي في التواصل الاسبوع اللي بعديها في جمعيه ثانيه وانتوا داخلين دلوقتي على حمله رمضان اديكم مثلا مشروع تفكروا فيه ازاي احنا هننسق بيننا وبعضنا في حمله رمضان في 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 عالم مثلا او المحافظات اللي احنا بنشتغل فيها كل واحد يجي الاسبوع الجاي ويقول ايه عايزين مثلا ايه اخش في التنفيذ كده شويه لان انا كنت زمان منفذ بجمع اموال وبعمل مشاريع دلوقتي ما بنفذش. ادي الخريطه الجغرافيه. دي الجغرافيه. دي داخلها هتقرا فيه خريطه للمشاريع اللي انا هنفذها في رمضان. ممكن تيجوا تقولوا تعالوا ننسق منا وبعدين في توزيع السله الغذائيه في رمضان. وكل واحد فينا يجي يقول للثاني والله انا في المحافظه دي عندي 50 ولا في الحاره دي عندي 50 سله ولا 100 سله ولا كذا ولا كذا، لازم بالتالي هنا هو في المناطق اللي بيشتغل فيها 10 محافظات او 9 محافظات او 12 محافظه يقولوا والله في المحافظه دي ما فيهاش حد خالص بيشتغل. طب مين نجيبه من بره يشتغل لنا هنا؟ لو احنا عملنا المابنج ده يبقى احنا هنستطيع ان هي نبني الثقه بينا وبين بعضنا، وانا بقول ايه؟ انا عندي مثلا انا ما اعرفش الكلام اللي هو المال هنا ازاي يعني؟ مليون؟ ريال كم يعني؟ مليون يساوي كم؟ 3000 انا مثلا عندي 20 مليون ريال زياده مش عارف اعمل فيهم ايه، ففي جمال دلوقتي انا عايز اشتغل في المحافظه دي يومين تبقى تقول ده يبدأ سلم الشراكه في الحاجات دي، يبقى انت ممكن تحدده اجتماع ولا نقطة أو نقطتين ولو أنتوا عايزين تنسقوا في مشروع رمضان بشيء بسيط جدا بشيء بسيط جدا على الأقل كل واحد فينا يقول للتاني هو بيشتغل فيه ونبدأ المسيرة بأول خطوة أنا بس حطيتها دي إيه كمشروع رمضان لأن كل واحد فينا هيشتغل في رمضان أو هو منشغل برمضان من دلوقتي صح؟ فمش عيب إن أنا أجي أقول والله أنا هنا وهنا 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 وكيف ننسق مع بعض لكن في الاساس اللونج تيرم بتاعنا ان احنا ازاي نكون جزء ها من منظومه الامم المتحده. ازاي يكون لنا صوت قوي ها ان نطالب بحقنا. حقنا الانساني من اي مانع من مكان. ازاي نبني قدراتنا؟ في بعض المؤسسات اللي عندها قدره على بناء مؤسسات معاها. يعني
مش كلكم ما عندكوش قدرات صح؟ في عندكم ناس عندها قدرات معينه، في عندكم عندها قدرات اقل، لكن كلنا عندنا قدرات. في مؤسسات دوليه ممكن تساعدكم في عمل دورات او الاغاثه الاسلاميه. في الاغاثه الاسلاميه ايوه ما تقعدوش كده ستين. ها الله العاش عليكم النهارده. ها ده المجال يعني العاش عليكم. لا والله ما انت راح تدفع، هم يتكلموا وانت تدفع الفاتوره خلاص. ففي بعض المؤسسات ممكن تساعدكم في الامور دي كلها لما حد يجي. انا ما اعرفش ظروف سفري ايه، بس لو ربنا طول في مش عارف ايه ممكن اعمل ايه، بس مش عايز اقول اعمل ايه من غير ما اقول ايه. بعد اتفقنا عشان نكون احنا عمليين يوم الخميس القادم من 12 ل 2 التواصل، نتفق ان احنا كل واحد فينا يحط نقطه، هو عايز نقطه واحده بس، وانا بنقعد هناك نناقش نقطة أو نقطتين نتفق عليها. ولو أنت لقيت إن مشروع رمضان يكون هو أول مشروع تنسيقي، حتى لو إحنا ما إديناش فلوس لبعض، عشان الفلوس فيها حساسية. خلاص؟ أنا بتكلم جد. بس على الأقل ما تشتغلش في الحتة اللي أنا بشتغل فيها. تنسيق. على الأقل. يبقى إحنا نخرج بدل ما كلنا نشتغل في 5 محافظات، يبقى كلنا ممكن نشتغل في 10 محافظات. ها؟ ولو انا بشتغل في المحافظه دي في مدينه معينه، يبقى الثاني يشتغل في مدينه ثانيه، وهكذا وهكذا. من غير يا ستي ما تدي فلوس لحد، عشان الفلوس ساعات بت ايه؟ تبقى عامل مش مشترك، عامل مفرد. ما هو اوعى تبدأ بالفلوس، ابدأ بوضع الخليج. خلاص؟ بس يكون اللقاء ده دوري. عشان نطلع منه تصور لعمل التكتل اللي انتوا عايزين تعملوه. انتوا عايزين تعملوا موافقين؟ هو الاسبوع الجاي ما حدش هيحضر يا جماعه. ها؟ وشوف ما حدش يلوم لنفسه. ما حدش يلوم لنفسه، ما حد يضيع وحق ولادي يضيع وكذا، ما لومش لنفسه. وبعدين ما ينفعلش عاطفيا، والامر عايز ايه مسيره طويله. الفرق بين المشروع والبرنامج والتنميه يا شباب مش مشروع. تنميه برامج تتكون من مشاريع. مفيش اي برنامج تنميه اقل من 5 سنين. والجامعات دي تقول لك انا عندي 2000 مشروع تنموي، واقول له ولا مؤاخذه جزاكم الله خير يعني ايه يعني واسيبه. التنميه برنامج طويل المدى 5 ل10 سنين او اكثر، بيتعمل فيه مشاريع متكاملة مع بعضها البعض، اللي احنا بنسميه ايه؟ لا اسمه لا اسمه ايه يا رب؟ انتجريتد ابروش. تعرف الانتجريتد ابروش احنا فكرنا فيه من سنة كام؟ اللي انتوا عاملين في نظريات دلوقتي بتتكلموا ونافخين الموضوع. في 1992 شفت بقى؟ واحنا في الإغاثة الإسلامية يا عم. انا مالي انا مالي انا انا هقول لك حاجه ثانيه برضك هريحك فيها. خد يا ابني خد خد الطريقه يا مش هحط كلمه تخطيط المستقبل. عملنا ايه في 92؟ ادي القريه، وجبنا في الاغاثه الاسلاميه مهندس. القريه محتاجه ايه؟ محتاجه مدرسه، محتاجه عياده، محتاجه مزرعه، محتاجة تربية حيوان، محتاجة مية، صرف صحي، محتاجة كوميونتي سنتر أو مسجد، محتاجة الحاجات دي كلها. يبقى اللي أنت بتسميه دلوقتي إيه بعد 22 سنة؟ ها؟ بتسميه دلوقتي إيه؟ تجريد أبروش. خلاص؟ طيب 25 سنة قبل كده. امسك يا ابني. أصل أنا بقى ليه؟ لأن إحنا ساعات الواحد بيفكر ما إيه؟ ما تردوش عليه الا لو جه من حته معينه. في حاجه اسمها يد ريكفري ولا مؤاخذه، صح؟ اي وانتوا طالعين فيها موضه جديده. انا بقول لك اهو، من اول يوم في اي نزاع مسلح من حقك انك تاخد جزء من مال الاغاثه لعمل تنموي. وعلينا نعلم المال
حذاري انك توقف العمل التأهيلي وبناء القدرات لغاية ما الحرب تقف. لان ما حدش هديك ولا مليم. علام هيغيب انسى. النظرية اللي احنا حطيناها من سنتين او من ثلاث سنين طلعت موضة دلوقتي. بس طلع موضة مننا احنا طلع موضة من ناس تانيين. اسمها ايه؟ اللي هو ساعة النزاع المسلح تعمل ايه؟ 66% لو تلتين ده ريليز. ده بنسميه الإغاثة التقليدية. خلاص؟ واضحة؟ وفقهيا ما اتفتح لها الباب. ال 33% دول بنعملهم ايه؟ 11% بناء القدرات المحلية. بناء القدرات المحلية. لأن لو أنت ما عندكش ناس بتفهم ال 66% دول هيضيعوا. لازم تعلمهم المنح كده. لازم. ما تجيش تقول لي أما يقف الحرب هعمل حاجة اسمها ايرلي ريكفري أقول لك أي عندي ماكس. كلام فارغ. 11% التانيين ها بنقول بيهم ايه؟ بنقول بيهم ان احنا الادفوكاسي والميديا. لازم 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 يكون لي مكنه ان انا اقعد اعلن عن حاجه الايه المجتمع بتاعي. وده جزء من الاغاثه غير تقليديه. دي اغاثه نوعيه. ها؟ وال 11 الثالثه اللي هي ايه؟ لو في مكان ما فيهوش نزاع مسلح ابدا فيه تنميه. خلاص لو كل العمليه فيها نزاع مسلح احطها احتياط استراتيجي الى تحت الحرب. اقول تاني دي كلنا عارفينها. تلتين اكد شرب نايم لابس. عالج مره. بقت اغنيه. حضرها. الكيس ده بقى ده الجديد. لما تقول لي قال لي ريكفري هقول لك من اول يوم يا بابا. من اول يوم يا ماما. ها؟ اللي هو بناء المجتمع المحلي جزء من الايه؟ الاغاثه. واللي يقول لي غير كده قاتلي معه قتال عنيف. وقولي له ها اذا كان مسلم ومطحطح استاجره يا ابي ان خير ما استاجرت ها ها قوي قبل الامان. لو انا اديت فلوس الملايين دي لناس مش فاهمه تعمل حسابات مش فاهمه تعمل مشاريع هيروح 66%. خلاص؟ في بعض المشايخ افتوا بان المصيف ده قد تزداد في المناطق الوعره الى اكثر من 15% و20% و30% عشان توصل ل 70%. عمليه مش عمليه خطوط مستقيمه. كل قضيه ليها خصائصها. لما كان بيعملوا اسقاط جوي في العراق لسه من شهر. اسقاط جوي. طلعت الطياره بتتكلف كام؟ على جسد ايه؟ تطلع على 50%. بس لازم نعمل اسقاط جوي عشان الناس ما تموتش. وده كان في جنوب السودان وكان في اماكن ثانيه كتيرة. وكان نتكلم على ده 11%. 11% بتاع التنميه لو في حته ما فيهاش صراع مسلح. ابدا من اول يوم. ابدا. لو كل صناع مسلح خلي ال 10% دول 11% دول يبقوا احتياط استراتيجي اذا هنتخف الحرب. فاصبح ما عندكيش في الدوله ولا مكان امن تعمل فيه مشروع اقتصادي عشان مشروع تنموي خليه احتياط استراتيجي انتشبل. والاخير بقى اللي هو الادفوكاسي والميديا ده يبقى ماشي معاك على طول. وده من اول يوم. من اول يوم. ما تجيش تقول لي قبل ريكفري بعد 5 سنين. او بعد 6 سنين. وبعدين تيجي تقول لي ايه؟ لا مش عارف مشاريع نايب اليهود. اول يوم نايب اليهود يا بابا. اول يوم. دي الرؤيه اللي تحطوها عندكم. عشان تقولوها للمانع اذا كان المانع ده اسلامي او غير اسلامي. نرجع بقى اللي انت هتعملوه الاسبوع الجاي معاكم الايميلات. ها؟ ها؟ هو ده العفيف الثاني.
نبدا وفي عفريت ثالث هذا ادعوه مستخبي والله بيجي بشكل بعض ها اي يوم في ايه في دا نظريه اول حقول بس ما حدش يجي ينظر عليك يقول لك هذه ريكفري ولا تبدا ابروتش احنا الكلام ده من قديم الزمن بنقول بنطلب فيه نرجع ثاني عندنا لقاء الاسبوع الجاي كلنا موافقين اللي موافق يرفع ايده اللي موافق يرفع ايده على قناه الاسبوع الجاي انتوا لان في ملك هنا هيعدوك واحد واحده واللي هيلعب بايديه ولا تلعب بايديها هيجيبها وهيجيبه رفعت ايديكوا صور يا ملك وانا مش في ملك واحد بقى ده في وانا 100 ملك او 200 ملك او 1000 ملك ملك وانت تعالى هنا انت راح تجيب الفول والطعميه الاسبوع الجاي ولا حاجه مش عارف ايه تعالى هنا قدام معايا ما يعني عم اي حاجه بتقول من المعاملات يا واسع نجاح اللقاء اول لقاء ده محوري عليك شاي او من غير شاي ميه او من غير مش مشكله لا ان شاء الله غدا ها غدا معانا تعال غدا برام يا عم مالكش دعوه انت شيء هو شاي وبسكوت بسكوت قال لي هو حط فيها ولا كده ثاني لا لا قول كده بسكوت معلش اي حاجه هو النجاح هنا وكل واحد فيكم ياخد الايه الدوره من اللي قبله خلاص اتفق على شيء بسيط اول ما تكتبوا حاجات مكلكعه في اول يوم عشان انتوا في جلسات كنتوا تبتدوا تبنوا الثقه بينكم وبعضكم مش بس كده نبتدي واحنا بنتكلم فبنكون بنتكلم على نفس الهدف لكن كل واحد فينا بيتكلم بطريقه مختلفه فيختلف الفهم طب ما احنا زي بعض بس انا مش عالي شويه فبخوف وانت صوتك واطي شويه فحنين يعني لكن هنا نفس الكلمه ها نفس الكلمه حد عايز دي تعليق ثاني بعد ما كتبت اسمكم على كم ملك والله يمكن في 5000 ملك اكيد تعرف ليه لان انت عندك اثنين وانت عندك اثنين انت عندك مش عارف كم واحد لا ما اعرفش خد بالك فهاي في عندي تعليق ثاني عشان بس احنا دخلنا على الساعه 1 دلوقتي في تعليق ثاني يا شباب بعدين بس نفضل بنصاحب المحل عايزنا تاكل بسكوت يا عم وطنشنا وكنا عاملين كده طيب بسم الله معايا شويه حاجات حبيت بس اعلق عليها لو ذكرت السبكوستر هذا مشكله القرن يعني في اليوم الامام يعني اذكر كان ما في زمان سبكوستر الصوت السبكوستر اللي هي في جنوب يعني للامانه ما فيش تنسيق بعدين شفت انه ماشي تنسيق مثل ما قالت الاخت بل انه يعني جلست تطالب قالوا بدي اسوي كلستر يلا خلاص طلعوا انه في تنسيق والامانه ما في تنسيق بل ان الكوردينيترز يعني ديزاستر كلهم يعني كل واحد يغني على ليله. الامر الثاني بالنسبه للاوتشا يعني 17000 منظمه لما تجي تتكلم مع واحد تقول في بلد موجود 17000 منظمه لين بينزلوا قبل من اللي في البلد وبينزلوا بيحطوه تحت. لكن للاسف الاستجابه ضعيفه جدا جدا. دائما لما تجي تتكلم مع منظمات المجتمع الدولي المنظمات الدوليه الامم المتحده دائما خطا على الغير وانا لا انفي ان في خطا من الغير لكن عمرنا ما رجعنا للخطا على انفسنا يعني انت قارن نفسك قارن معاييرك يعني الاوتشا مثلا مش دفاع على الاوتشا طبعا الاوتشا مثل ما ذكر واحد فيها سياسات انا اكد لكم فيها سياسات وفيها مصالح وفيها حاجات بلاوي زرقاء بل ان الاوتشا يعني رابخه لبعض الاطراف السياسيه انبطاح كامل لكن هذا مش 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 موضوعنا. الاوتشا عندها فلوس جيلها من كل مكان سواء من الخليج من بريطانيا من 50% من بريطانيا كانت تعمل وجاهه لكن هي عندها معايير طالبه منك انك تستوفي المعايير هذه. الاوتشا لما يقول طلبتوا معاييركم شاده علينا اي طبعا هي حتديك ملايين هي لازم تتاكد انك انت حتقدر تصرف الملايين هذه صح وقادر تتعامل معاها. يعني واحد كمثال يعني بسيط واحد راتبه 50000 تيجي ترفعه تعطيه له مليون حيسيء استخدامه 100% لانه متعود على مبلغ صغير
وانت اعطيتها ايش، فبالتالي لا تشوف الاوتشا على الديو ديليجنس اللي تعملها. قدم يا اخي، انا اعتقد معظم يمكن 90% ما قدموا، ما حتى حاول، يظن ان الاوتشا دي حاجه كبيره ويمكن ما قدرتها. بالعكس والله، ابدا قدم، شوف المعايير اللي اشتريها، وفر عندك ها؟ تنطبق شروطها احيانا بالطلب. حاول توفيها، حاول توفيها، خلي ان شاء الله تحطك لو ريسك بالخطوط هاي ريسك. طبعا اوتشا لما تقيمكم على ثلاث اشياء. تقيم هاي ريسك اللي هو خطوره شديده، وميديوم ريسك خطوره متوسطه، ولو ريسك، فكل واحد تعطيه مبلغ. اعتقد يبدا من مليون وشويه، 3.5 مليون، مش عارف 5 مليون و6 مليون. الاوتشا الان عشان توزع، والله مو دفاع عن الاوتشا، بس عشان تستغله. طبعا في مطالبات على الاوتشا، فالاوتشا تستجيب زي ما قالت الاخت، فعلا تستجيب الاوتشا. الاوتشا كانت اول تسمح لاي منظمه انها تقدم 7 مشاريع، الان قيدت كل منظمه بايش؟ بمشروعين فقط. تكون كبير، تكون سيف تشلدرن، تكون اوكسفام، تكون القمر، معك 2 مشاريع ما تقدر تقدم اكثر منها. فبالتالي عشان تعطي فرص للبقيه. لكن ان من 17,000 منظمه، 17 منظمه بس اللي مسجلها، هذا عيب. والله يا جماعه ده عيب، عيب في حقنا كيمنيين. قيم مؤسستك، تبني قدراتها، قيمها، حاول تستف الشروط مثل ما ذكرنا، استف الشروط، شوف ايش اللي طالبته، وفر نفسك الحاجه، قدم ان شاء الله هاي ريسك سوبر، ايش المشكله؟ قدم هاي ريسك. في تعليق على الموضوع هذا، في كان طرح تقريبا في احد معالي اوتشا انه في منظمات صغيره موجوده لكنها تشتغل بقدرات امكانيات، لكن ما تقدرش توصل لشروط الاوتشا. فكان في اتفاق على اساس انه مجموعه المنظمات الصغيره تكون الائتلاف فيما بينها وباسم واحد وتقدم الاوتشا مع بعض. فوافقت تقريبا، كان في موافقه او شبه موافقه انه لا مانع انه مجموعه المنظمات الصغيره اذا ائتلفت وشكلت باسم واحد وتاخذ المنح وتشتغل مع بعض. فكان في احد الفكرات جميله جدا، لانه انت احيانا بمقدور يعني منظمتك بسيطه يمكن ما تستطيع انك تقابل الطلبات اللي طالبتها، وتشتغل مع بعض وشكل لك كيان جديد زي ما ذكر الدكتور، شكل كيان جديد مع ده وقاربوا ابنوا قدرات، ابنوا قدموا مع بعض. اذا انت مؤسسه صغيره انا اصيب بحاجه، اعمل لك جهاز مراقبه قوي، جهاز محاسبة قوي، هذه أهم الأشياء اللي قالبوها يعني. تفضل. بس ملاحظة بسيطة، في جزء من الإشكالية في مسألة تشكيل أوتشا، أنا برأيي شخصي، الجزء الأكبر هي تتحملون المنظمات وليست أوتشا. كثير من المنظمات حتى بعضها موجودة هنا، هي مستوفية كل المعايير، لكن تشعر أنه بيحملها عبء كبير ومتابعة، وأنت عارف يعني موضوع الريجستريشن والوقت وكذا، فهي مجرد نهرب من العبء الثقيل يعني. فهي جزء من الاشكال انه احيانا انعدام الرؤيه لدى المنظمه نفسها، انه كيف انا استطيع اني اقدم خطوه الى الامام، وليس باعلان القش مجرد يعني مجرد تهمنا والله الاوتشا هم مهمشين نحن وهم كذا. خلال يعني ربما ال4 أشهر الماضيه عملوا اكثر من لقاء يعني تريننج في موضوع كيفيه الريجستريشن في مكتب عدن، وكان كثير من اللقاءات مفتوح يكونون لها. لكن ما الذي حصل بعدها؟ كثير من المنظمات المحليه حصل يعني حضرت وكانت مستوفيه كثير من المعايير، سواء من ناحيه الديوريشن اللي هو 2 years او 3 years او من ناحيه البادجت اللي هو 100,000 وكذا، لكن هي ما خطت خطوات عمليه اصلا. يعني اذا انت ما تخطو خطوات مش معقول يجي والله سلامه ولا ده هو يروح يسجل بدالك. يعني اذا انت ما تاخذ هذا يعني كهم رئيسي من همومك، هذه مساله. النقطة الثانية، النقطة اللي طرحها الدكتور محمد في مسألة انه المنظمات الضعيفة، هي بشرط انه هذا التكتل يكون حاصل على تشخيص رسمي وبحساب بنكي موحد، بحيث يعتبر كون ان جي او يعني في يعني بشرط يكون تشخيص وحساب بنكي، وبعدين تنطبق عليها المعايير الاخرى كمنظمة واحدة. هذه النقطة الثانية يعني. زي ما قلت لك النقطة الثالثة كانت بعدين، لكن جزء من الاشكاليه هي في مساله المنظمات نفسها. يعني احيانا وهذه اصبحت زي الموضه يعني نلقي دائما والله المنظمات كذا. اليوم المهمه الاسهل مساله التسجيل للاوتشا، وهي المفترض انه تكون كهدف مرحلي لكل المنظمات، هي انك تكون سب بارتنر لمنظمات شريكه تاخذ من الاوتشا. صعب انا مثلا اكون
مثلا منظمة بسيطة وكذا أو ذا مشاريع أحيانا تقليدية أو كذا، كان يجي أفكر ما والله نشوفهم بارتنر فور أوتشا ولا كذا، ما بيجيش هذا بيوم وليلة. لكن الهدف المرحلي والقابل للتحقيق المرحلي، أنا ما أقول الهدف فاينل يعني، إنك تكون بارتنر. وهذا حاصل يعني اليوم الأوتشا أصبح ويشترطوا على كثير من ال يعني من الانترناشنال إن جي أو لما بياخذوا إنهم ياخذوا لهم لوكال بارتنر، لوكال بارتنر لوكال سب بارتنر مثلا. اليوم الهدف المتاح بالنسبة لنا إن إحنا كيف نفكر نحن نكون بالبداية كهدف مرحلي وليس نهائي، نقول لوكال سب بارتنر مثلا فور انترناشنال إن جي أو. مع المنظمات الصغيرة اللي هي عدم التقدم في مشكلة والشفافية، يعني نحن لو قسنا مثلا من المثيل عقدنا، أنا مستحيل أغطي زي ما قلت لكم إن أقدر أغطي كل المناطق ولا كل المشاريع، في حاجات أنا ما أعرفها مرة من المرات، يعني لو معايا منظمات قلنا بنشتغل في إنماء بتشتغل على أساس تبع كان في مشكلة أيام الحرب الصحي والبيارات وال اتفقت معهم كل حاجة، اعتقد المبلغ كان 6 مليون و7 مليون واتفقنا وكل حاجة وقدموا وعملت لهم اتفاقية وكل شيء، جاي يستلموا الشيء فجأة قال لا المشروع يشتري 12 مليون ولا 11 مليون قدم لي على 6 مليون ونص، قال لا أنا بقنعك الآن إن المشروع بيتكلف 9 مليون ولا 10 مليون واتفضل اقنعني، جلس نص ساعة يقنعني إن المشروع ما يستحيل يتنفذ ب 6 مليون لازم ايش 9 مليون ولا 10 مليون، خلاص كويس فانت قنعتني الان معناته هذا مشروع جديد لازم تقدم لي، ما بعطيك الشيك قدم لي طلب جديد احتمال اوافق احتمال لا، فجأة قال لا خلاص اعطيني 6 مليون حنفذ فيه، جلست نص ساعة تقنعني انه يعني بهذه الطريقة زي ما اقول لك، يعني هذه منظمة معترف فيها وعندها سمعة نكلمك بهذه الطريقة، يعني فعلا عندنا مشكلة في التفاهم. طيب في اسئلة ثانية مهمة عشان بس ما نطولش على الجلسة، انا ما عنديش مشكلة اني قاعد ما وريش حاجة يبقى خلاص اخونا الاسبوع الخميس ده الايميل بتاعي، واي ايميل هيجيلها شخصيا حوله على منتدى الانساني اللي هو في اليمن اللي هو اقرضكم، لكن عشان ما حدش يقول ما ادانيش الايميل بتاعه مش مشكله. اللقاء الاسبوع الجاي عند اخونا في مؤسسه التواصل وخلاص، والاخت هتكتب المنز توزعها عليكم كلكم او تبعتها لاخونا هو ايه وزعها الايميل جروب، وانت هتعمل ايميل، في حد فيكم عنده بتاع كمبيوتر او تكنولوجي يعمل ايميل جروب عندكم انتوا ولا اي حد بسيط موجود خلاص تعمل بس تعرف انت مقر التواصل هنا كل اللي بعد هذا عرفوها الشارع ايوه كل اللي بعد هذا بحيث ان انتوا تعملوا مجموعه وحتى النسخه بتاعت الايميلات نسخه الايميلات تاخدها تعملوا ايميل جروب تبعت لكم وفي نفس الوقت يكون لقاءكم ان شاء الله هناك، وكل واحد فيكم من حقه ان يحط النقطه اللي هو عايز يناقشها عشان تعمل اجنده لكلكم. وانا قلت مشروع رمضان ممكن ما يكونش دعم بس على الاقل رسم الخريطة توزيع المواد الغذائية أو المواد الإغاثية في رمضان، كل واحد فيكم يعرف الثاني بيعمل إيه. خلاص يا شباب جزاكم الله خير وجزاكم الله خير وجزاكم الله خير. السلام عليكم.